نيلي انت لما قالوا لك احمد عيد اكيد اكيد برفضت. لا ثواني هنعرف منها قولي. لا انا اولا بثق في مندو جدا لان احنا مش اول مره نشتغل مع بعض، ف الكاست بتاعه بيبقى هايل دايما، يعني يقول اسم حد غير متوقع. في دي انا عندي ثقه فيه. اول يوم انا صورت مع احمد، انا بالعكس انا حسيت ده الطبيعي، ده مكانه الطبيعي، ده مسعود يعني، ده مسعود، ما حسيتش باي يعني حاجة. ما قلقتيش انسل مندو يعني الشر بان عليه على طول، انت برضه نجمه العمل فممكن برضه يعني نتكلم مع بعض يعني. لا وما فيش، اولا انا عمري ما بعمل كده، لا ما بتدخلش خالص. دي احسن حد تتعامل معاه من التواضع، هي انسانيا احسن حد تتعامل معاه. لا وفنيا انا بقول كده الكلام ده يعني، وانا مسؤول عنه. انا اتعاملت مع جميع النجوم العالم العربي من محمود عبد العزيز واحمد زكي، كلهم ناس عظماء، لم ارى في تواضع ولا شاكت ولا موهبه. طبعا ده امر مفروغ منه، بس بتكلم على انا بتكلم بجد مجهود. لا هي بتبذل مجهود، ده لا غير ما انا عارف سيبك من الاداء، انا بتكلم على دورها كمان. انسانيه نيلي كريم، حتى لما تطلبني تكلمني عمرها ما كلمتني على دورها، هي بقى لها وجهه نظر في النص، ما تقوليش مثلا دوري مش عارف ايه. على فكره هي والاستاذ جمال سليمان يعني كلموني في وجهه نظر في النص، ده الفنانين الكبار بقى.